وللحديث عن أزمة ترسيم الحدود البحرية للبنان وانتهاكات الاحتلال الصهيوني وإصراره على استخراج الغاز بالمتوسط قبالة السواحل اللبنانية، معنا من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. مرحبا بك معنا سيد فرانكو. هل كان مفاجئا للسلطات اللبنانية وصول السفينة التابعة للكيان وإعلان بدء عمليات تنقيب عن الغاز رغم عدم ترسيم الحدود؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني لا نستطيع القول أن هذه كانت خطوة مفاجئة للدولة اللبنانية. أكيد الدولة اللبنانية أخذت بعين الاعتبار أن هذا الشيء سيحدث. كون الدولة اللبنانية والقيمين على القرار في لبنان من حزب الله وجماعة رئيس الجمهورية وجبران باسيل، يعني قد أقاموا التسويات مع الإدارة الأمريكية ومع الإسرائيليين بطريقة غير مباشرة، وهو طبعا التخلي عن بعض أجزاء المياه الإقليمية لصالح إسرائيل على أن ترفع الإدارة الأمريكية العقوبات عن جبران باسيل والوزير أيضا في حركة أمل علي حسن خليل. وبالتالي أنا أجزم أن الدولة اللبنانية كانت على علم بأن هذا الشيء سيحدث، وهلأ اللي نحن عم نشوفه اليوم مجرد بوالين إعلامية وربما زوبعة في فنجان فقط لحفظ ماء الوجه من قبل الدولة اللبنانية وأيضا حزب الله. نعم، طيب إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه القضية في الأيام القادمة باعتقادك سيد فرانكو؟ أنا باعتقادي أن الأمور هلأ رح يصير في تصعيد إعلامي، ويمكن نشوف شوية مناوشات صغيرة على الحدود، طبعا تمثيلية، مثل لما قامت إسرائيل لما قام حزب الله بعملية ضرب فيها سيارة مدرعة إسرائيلية على الحدود كانت فارغة، وذلك انتقاما لأحد المسؤولين الذين قتلتهم إسرائيل. الأمور أنا شايفها لح تتصاعد فقط إعلاميا وهو برات، إنما على الواقع، إنما على أرض الواقع أكيد ما لح يصير، لا في حرب لح تصير ولا أي تعدي من أي طرف على الآخر. وطبعا هيدي الإعلانات أو عفوا التصريحات اللي عم نسمعها من حزب الله، وخاصة اللي سمعنا اليوم من نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إنه الحزب ينتظر قرار الدولة اللبنانية بالدفاع عن حقوقه، وهذا طبعا هذا الشيء يعني ينافي الإيديولوجية اللي موجودة عند حزب الله، وهي استقلالية المقاومة وعدم ارتباطها بالدولة اللبنانية. نعم. كي لا تكون الدولة اللبنانية برمتها هدفا لحزب الله، عفوا هدفا. نعم. لإسرائيل، هدف ثاني. لكن ماذا عن رؤية الدولة اللبنانية لمسألة الترسيم سيد فرانكو؟ يعني كيف تنظر إليها الدولة اللبنانية؟ يعني الدولة اللبنانية متقاعسة تماما عن موضوع ترسيم الحدود، لأنه هناك قرار الترسيم قد أعد وتم، ولكنه وقف للأسف عند وزير الأشغال علي حمية التابع لحزب الله. هون التقاعس من قبل الدولة اللبنانية على التوقيع على هذا القرار يعود إلى أن الوزير علي حمية اللي هو تابع لحزب الله ما بده أي شيء يرسم الحدود، يثبت الحدود بين لبنان وإسرائيل، لأنه حين يصير في ترسيم للحدود بين لبنان وإسرائيل حينها يفقد سلاح حزب الله حجته اللي هو قام على أساسها، وهو الدفاع عن حدود لبنان بوجه الأطماع الإسرائيلية. ولما يصير في ترسيم حدود دولية بإشراف الأمم المتحدة أكيد ساعتها لح تكون الأمم المتحدة هي المشرفة مباشرة على تنفيذ الترسيم. نعم. وحفظ كل بلد لحدوده ولحقه ولأمنه، وبالتالي بيروح ببطل في أي سبب لوجود حزب الله، وبتنتهي ما يتسمى اليوم مقاومة. طيب يعني كما يسأل بعض المتابعين، أليس في الاعتراف أو القبول بموضوع ترسيم الحدود المائية مع إسرائيل اعترافا ضمنيا بها؟
طبعا هناك بعض المناطق، بعض الخطوط اللي بعد على خلاف بين لبنان واسرائيل، مثل خط كاريش هلا اللي بلشت فيه اسرائيل تنكيب. طبعا الدوله اللبنانيه بتحكي شيء مع شعبها وحزب الله كمان، مثل ما سمعنا اليوم امين نائب امين العام، هوبرات وتصريحات اعلاميه، ولكن تحت الطاوله تقوم بتسليم كامل لبعض اجزاء الاراضي او المياه الاقليميه لاسرائيل، لان مثل ما انا قلت ببدايه المداخله انه هناك تسويات تحت الطاوله تمت واتفاقات تمت بين ربما الدوله اللبنانيه والاداره الامريكيه برفع العقوبات عن الاسنان اللي ذكرتهم، وبالتالي غض النظر بمقابل هالشيء، غض النظر عن الخروقات التي تقوم بها اسرائيل في المياه الاقليميه. طبعا احد الضباط الكبار اللي كان مشارك بجلسات الحوار مع الاسرائيليين مع الامم المتحده حكى اليوم بصبي بتسجيل صوتي انه هناك بعض من خان الشعب اللبناني وتخلى عن اراضي كبيره لصالح اسرائيل، وبالتالي منع الشعب اللبناني واولاد الشعب اللبناني واحفاده انه يتمتعوا بهذه الثروه اللي سلمتها السلطه للاسف لدوله لاسرائيل. وصلت الفكره سيد فرانكو عبد القادر من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطيه، شكرا جزيلا لك.